السلام عليكم، معكم سهيل سامي، دكتور صيدلاني ورئيس نقابة صيادلة مدينة القنيطرة. الموضوع ديال اليوم اللي بغينا نتكلم عليه هو موضوع الكمامات، فلا يخفى على الإخوان على أن الكمامات فهي أنواع، كاينة كمامات وقائية وكمامات طبية وكمامات يعني اللي كنسميوها احنا كمامات دي بافيت بروفيسيونيل، اللي هما الاف اف بي 1 الاف اف بي 2 والاف اف بي 3. بغيت نطمئن يعني السكان مدينه قنيطره على ان هاد الكمامات هادو ان شاء الله راه غادي يكونوا متوفرين في غضون الايام القليله المقبله، يعني غيكونوا متوفرين ان شاء الله في جميع الصيدليات، غادي يكونوا متوفرين على شكل علب ديال يعني 10 ديال الكمامات اللي الثمن ديالها كيسوا 8 ديال الدراهم. هنايا كنتحدثوا على الكمامات الواقيه. كنطلب من الاخوه يعني يعني الساكنه ديال مدينه القنيطره يعني يزيدوا يلتزموا، ومن هذا المنبر هذا بغيت نشكر كاع السكان ديال مدينه القنيطره على الالتزام ديالهم وعلى الوعي ديالهم اللي يبينوا عليه، وكنتمنى على اننا نزيدوا التزموا. وكما يعلم الجميع على ان مدينه القنيطره فهي فيها يعني اقل نسبه ديال الناس المصابين، ولهذا فانا كنطلب من الاخوان على ان يعني يلتزموا البيوت ديالهم وما يخرجوش منها الا عند قضاء يعني الاغراض ديالهم وعند يعني الضروره القصوى. ومن هذا المنبر بغيت نشكر يعني السلطات، لا الامن، لا الدكاتره اللي كيقوموا بواحد المجهودات كبيره، لا الصيادله، لا مساعدين الصيادله، لا الممرضين، لا الناس اللي مكلفين بالنظافه على المجهودات اللي كيقوموا بها. ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى، نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء وهذه الجائحه، وشكرا، ونتمنى نشوفكم ان شاء الله بخير.